دائما ما كنتم تتهمون الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونظامه بلعب ورقة القاعدة. الآن تعتقد بأنه ممكن يكون يعني لهم دور في 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 ما جرى؟ أنا أعتقد أن ما يحدث هو مصداق لما لكل تلك الاتهامات التي كنا نسوقها بحق هذا النظام وأجهزته الأمنية. لا ينبغي أن نأخذ ما حصل اليوم في المكلا بشكل منفرد، وإنما هو يأتي في إطار سلسلة من الأحداث التي تهدف إلى إعاقة المسيرة في اليمن. بدأت في صعدة ومرت على عدن والمكلا وغيرها من بقية مدن الجنوب أي يوم الانتخاب، وتكللت اليوم بهذا التفجير الدنيء. بس عبد ربه منصور، هذه الرئيس الجديد نصب والرئيس اليمني السابق يبارك ذلك، ما صالح في ذلك؟ هي القضية ليست ما صالح صالح في ذلك، ولكن القضية هي لماذا يريدون هذا؟ لماذا؟ ما هي المصلحة من وراء ذلك؟ دعني أولا أشير إلى نقطة مهمة جدا. القاعدة منذ أن عرفنا القاعدة لم تتبنى عملية واحدة بنفس اليوم على الإطلاق، وأتحدى أيا كان أن يأتي بدليل بحادثة واحدة تبنتها القاعدة في نفس اللحظة. كانت عادة ما تأخذ يوم أو يومين ثم تعلن تبنيها. لماذا تتبنى هذه العملية اليوم؟ يعني هذا يعني سؤال يجب أن يسأل. القضية أنا على يقين بأن هناك تنسيق بين القاعدة وبين الأجهزة الأمنية، وإذا مررنا على هذه الأحداث فسنجد أنها كانت تأتي في مناطق معينة بحد ذاتها هي المناطق التي تخضع يعني أمنيا وعسكريا للحرس الجمهوري والأمن المركزي، سواء في صعدة في رداع، سواء في عدن، سواء في المكلا. إذن هناك علامة استفهام كبيرة حول هذه القضايا. ولماذا بس ما فهمت شو بيكون الهدف منها إذا مش العملية هي قاعدة محض هي يعني القضية مثلا مع بعض الأجهزة شو بيكونوا حققوا من خلالها عمليا؟ أولا إعاقة المسيرة نحو التحول السلمي في اليمن، إرسال رسالة إلى اليمنيين بأنهم كانوا على حق وأن القاعدة يعني خطر كبير تهدد اليمنيين، ومحاولة يعني حتى بعد خروج صالح أنه ما زال يعني خطر. الآن صالح خرج كشخص، خرج بشخصه، لكن هل خرجت أجهزته الأمنية؟ هذا الآن يفترض على الناس في اليمن أن يشرعوا فورا في أولا إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتوحيدها، وإقالة جميع المسؤولين الأمنيين الذين تحدث في مناطقهم مثل هذه الأحداث. هذا المفروض ضمن المخطط تعتقد في لابد هو أول تحديات أمام هذا الموضوع بالتأكيد. إعادة يعني هيكلة هذا أول تحدي يعني هذا أول تحدي أنه هذه التفجيرات تأتي لإعاقة عملية إعادة الهيكلة وللشروع في هذه العملية. ولكن أنا أعتقد أنه كما يقولون رب ضارة نافعة، أنا أعتقد أن مثل هذه الأعمال هي التي تقوي عزيمة اليمنيين وتقوي عزيمة الرئيس الجديد والحكومة على ضرورة إنجاز إعادة الهيكلة وتوحيد القوى الأمنية والجيش في أسرع وقت ممكن لكي نوقف هذا المسلسل. ما لم فسنشهد تفجيرات أخرى. والغريب أنه هذا التفجير يأتي في مدينة المكلا. المكلا عاصمة حضرموت، ونحن نعلم جميعا ما اشتهر به الحضرميون أساسا من حب للأمن والسلام، تجار. التاجر دائما ليس معنيا بالحروب، بل هو أكثر الناس بعدا عنها وخوفا منها، وبالتالي هناك استهداف لحضرموت كحضرموت، وربما هناك من يحاول أن يدفع حضرموت ثمن مشاركتها في الانتخابات وعدم انجارها لدعوات المقاطعة أو لتخويفات من الذهاب للانتخابات. فهناك رسائل متعددة لا يمكن الآن أن نقف عليها بهذه العجالة. هناك لابد من دراسة متأنية لهذا الأمر، ولابد من وقفة جادة وحازمة ومن الحكومة ومن الرئيس في وجه هذه قبل أن تتطور الأمور وتخرج عن نطاق السيطرة. أشكرك جزيلا علي زكريا المحلل السياسي اليمني.